اللي خلاص فقد التركيز. انت عندك الحمل هيبقى هنا كده خلاص. لما قسمت البي الام على البي طلعت بواحد متر، عندك قيمه الاكسنتريستي، والمسافه دي 4 متر، يبقى المسافه دي لحد وش العمود بتساوي كام؟ 4 متر. يبقى تساوي كام؟ 3 متر تقريبا صح؟ ما دي متر خلاص بقى، يبقى دي 3 متر. متخيل بقى دراع عزم نط من كام لكام؟ بدل ما كان لو كان العمود في نص القعده كان دراع عزم كام؟ كام؟ 2 متر تمام؟ هنا دراع عزم بقى كام؟ بقى 3 متر. ودراع عزم ده ماله في المعادله؟ بيتربع. يبقى المهم انت عندك كده في الحاله يبقى ايه؟ يبقى كبير قوي. يبقى ساعات ممكن ده انت بقى لو انت عملت فيها فزلوك يعني، وانت خلاص بقى انا هطلع هزحزح العمود واخلص، هتلاقي بقى ايه؟ هتلاقي بقى العزم جايه كده، ده عزم كبير، طلعت الدبس بدل ما هم لو كان العمود في نص القعده كانت القعده ممكن تطلع 60 70 سم، انت بقى زحزحت العمود متر. انت مش متخيل بقى قيمه متر دي يعني ايه؟ متر ده قيمه كبيره جدا يعني. فانت زحزحت العمود متر، طلعت دراع العزم كبير، وبالتالي المومنت ايه؟ كبير. القطاع هيطلع ماله؟ والتسليح، التسليح عنيف والقطاع، والقطاع ايه؟ والقطاع عنيف. فتلاقي نفسك دخلت في حته بقى ايه؟ في حته غير اقتصاديه. ايه؟ مفيش مومنت، بس بعد كده مش هيبقى في يونيفورم ستريس تحت. ماشي انا معاك، مفيش مومنت، بس مش هيبقى في يونيفورم ستريس كده. كمل، لما تكمل تصميم القعده مش هتحسب مومنت على وش العمود بقى من الاستريس اللي جاي، زي السنجل فوتنج. خلاص؟ خليني بس اكمل بس الفكره دي يا جماعه. ممكن لما تزحزح العمود كده او تجيب القعده كده بعيد عن السي جي، قيمه المومنت عندك بقت كبيره. بدل ما القعده بقت 70 سم ضربت معاك بقت 120 سم، بقى التسليح 100.6/16 طلع 8/18، يبقى انت كده في الحاله دي ايه؟ في الحاله اللي انت في الحاله انت كده خسرت. ليه؟ اعملها لو تقرير التربه والتربه عندك تسمح بالنان يونيفورم يونيفورم بسلسل، اعملها نان يونيفورم. ايه المشكله؟ خلاص؟ طيب انت بقى نرجع بقى للحاله دي بقى نزحزح القعده. يقول لك لما قيم الاكسنتريستي تبقى مالها؟ صغيره. زي مثلا الشيلز، المظله بتصمم مظله سيارات مثلا. خلاص؟ مظله سيارات ده السيستم بتاعها. ده السيستم بتاعها كانتليفر فريم. ايه اللي شايل؟ شويه احمال كورجيتد شيت. خلاص؟ المومنت اللي جاي عليه، المومنت اللي جاي على رجل الفريم، والنورمال فورس، الاثنين ايه؟ الاثنين صغيرين. وهتلاقي قيم المومنت قليله بالنسبه لقيمه الايه؟ النورمال فورس، فبالتالي الاكسنتريستي ممكن تطلع مثلا 10 سم، 20 سم، 15 سم، في الحدود المقبوله دي تقدر تزحزح القعده 15 سم ولا حاجه، مش هتفرق كتير في ايه؟ مش هتفرق كتير في القيم الايه؟ في قيم المومنت. خلاص؟ دي تقريبا كل الكيسز او كل مفاتيح الحل قلناها النهارده في الشالو في الايه؟ في الجزء الاخراني ده. في اي حد عنده اي سؤال؟ ثواني يا جماعه. هنتكلم بس في نقطتين، في نقطة منهم بس نكمل بيها الشالو فاونديشن. لو انت هتيجي بس احنا مش هنخش فيها ان ديبث يعني، تصميم الرافت. لو انت عندك لبشه، اللبشه دي زيها زي فلات سلاب بالظبط. خلاص؟ زي ما بتصمم فلات سلاب على الساب او بتعمل لها اناليسيس على الساب، هي إيه بالظبط زي الايه؟ زي الفلات سلاب، بس الحكايه ايه؟ مقلوبه، بقت البلاطه تحت، الشيل اليمنتس كلها تحت، وجاي فوقيها الايه؟ وجاي فوقيها الاحمال، بس بتعمل سيميوليشن للتربه بايه؟ مش بسبرنج، مش بايه؟ مش بسبورت حقيقي. تمام؟ طب قيم السبرنج دي بتساوي كام؟ في معادلات كتيره قوي بتوصف لك قيم السبرنج. من الحاجات المشهوره قوي بيقول لك 100 في البي او 1000 في البيرنج كاباسيتي. قيمه الكي بتاع السبرنج
بس تكون البينكه بس بالايه بالطن، و100 في البينكه بس تكون البينكه بس بالايه بالكيلو، هي هي تمام. بس المفروض المفروض ان انت حتى لما بتفرض الفرد ده بتعمل ترايلز في اللبشه كل شويه لحد ما ايه تعمل شويه اتريشنز كده لحد ما توصل لايه لقيم الكي المظبوطه. دي مش مشكله، ده دي امرها سهل لاي حد يخش مشروع هيعرف يصمم اللبشه دي على الايه على 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 الساب او على السيف. نيجي بس في حته بس كده ايه ممكن بس هي بصراحه لاشوها دلوقتي في الايه في برامج السي اس اي. زمان مثلا احنا كنا بنصمم اللبشه دي كنت بتعمل ايه؟ كنت بتعمل انت بتنزل السبرينج بتاعك زي دلوقتي بالظبط ادي، حتى بنسميها ايه؟ بنسميها السبرينج ده بنسميه الاستيك سبورت، مش زي الفيكسد سبورت زي ما بنسميه كده في الاستراكشر، لا ده الاستيك سبورت سبرينج يعني اللي في اسمها كي. ساعات يبقى انت عندك المسافات ما بين العمدان فوق اللبشه مالها كبيره صح؟ فتتوقع ان الفورس في السبرينج اللي في النص ده مثلا يبقى ماله؟ يبقى ماله؟ هو المفروض لو الليبشه دي كلها اندر كومبريشن يبقى السبرينج كلها ايه؟ كلها مضغوطه ولا مشدوده؟ كلها مضغوطه. بس انت ممكن لما تلاقي كده في الليبشه في مسافات واسعه لازم مخك ده يشتغل على طول، لازم مخك ده يشتغل على طول، لان ممكن المسافه الواسعه بين العمدان دي يبقى الديفليكشن بتاعها ايه؟ فوق. خلاص؟ ممكن الديفليكشن بتاعها يكون لفوق يأثر لك على قيم الايه؟ الفورس اللي في السبرنج، يخليها بدل الكونفرشن يخليها ايه؟ يخليها تنشن. اه كده انت بقى عملت مصيبه كده مع التربه. التربه ما بتشيلش ايه؟ زمان كنا بقى نمشي ورا السبرنجز دي كلها كده ونشوف كده القيم. لما نلاقي السبرنج القيمه بتاعته ايه؟ موجب نروح عاملين فيه ايه؟ نقول عامل فيه ايه؟ بالظبط كان جيب. عشان ما يغير، لان وجوده هيغير لك هيعمل لك حسابات غير حقيقيه اصلا. لا ده مش موجود اصلا في الطبيعه، عمر التربه ما هتسحب اللبشه. خلاص؟ ده اللي احنا كنا بنعمله زمان. دلوقتي بقى من كام سنه كده، من 10 سنين كده ولا حاجه، في اوبشن كده ظريف جدا كده في البرامج دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك السبرنج دي كومبريشن اونلي. في اوبشن كده جميل جدا بيقول لك كومبريشن اونلي. يعني ايه كومبريشن اونلي؟ يعني ما يشيلش ايه؟ ولما يشيل شد هو لوحده اوتوماتيك الايه؟ البرنامج يشيل كانه مش موجود. خلاص؟ وتتوقع بقى كمان ايه؟ تتوقع لما يبقى اللبشه في لما تفتح لوحه اللبشه كده وعندك خبره كده ان شاء الله وشوف مسافات في مسافه كبيره ما بين عمودين، مسافه مثلا 5 متر مثلا 6 متر 7 متر 9 10 متر، تتوقع اوتوماتيك ان لازم في المنطقه دي يكون في حديد اضافي. حديد اضافي ايه؟ علو. لان ساعات احنا بنراجع من غير حسابات، يعني ساعات لما تيجي قدامي لوحه ممكن ابص عليها كده من خبره التصميم يبقى انا كده عارف ان الدنيا كده ايه يعني ماشيه في الاتجاه الصح، لكن كام بالظبط والمومنت كام بالملي لا كل الكلام ده لازم ارجع للحسابات. خلاص؟ لكن الحاجات السكيلز بقى اللي المفروض تبقى موجوده عندك لما تيجي تصمم لبشه تشوف على طول اول حاجه تبص عليها المسافه ما بين العمدان عامله ايه؟ ما بين التلاتات واربعات خمسات ماشي، لكن لقيت مثلا حته فيها هول زي كبيره فنفترض ان الكليه دي مثلا معموله على لبشه. اول حاجه طبعا هتبص ما بين العمودين دول الدنيا ماشيه عامله ايه؟ في حديد اضافي؟ طب السمك عامل ايه؟ تمام؟ فالحاجات دي تاخد بالك منها في اللبشه. ازاي تصمم بقى اللبشه يدوي؟ طبعا تصميمها بالفاينايت اليمنت ادق. تصميمها يدوي اول خطوه فيه لازم ترسم الهيستيريسيس تحت الايه؟ تحت اللبشه وتاخد شرايح، يبقى تاخد شريحه مثلا لو انت عندك لبشه كده وعندك اعمده كده تاخد شريحه كده. دي شريحه ايه؟ بنسميها الكون ستريب. وترسم لها الاليفيشن اهو، ادي العمدان اهي. وتحتيها الايه؟ الاستريس بقى ممكن يطلع نون يونيفورم ستريس زي ما تحسبه بقى زي ما احنا بنعمل شويه. وده تبقى ايه؟ زي الكونتينوس بيم بالظبط، تعرف ترسم لها الايه بقى؟ المهم وتصمم اللبشه بتاعتك عادي. ده التصميم الايه؟ المانيوال، ده بيطلع لك قيم اوفر شويه في التسليح واوفر شويه في الثيكنس اكتر بكتير من الايه؟ من الفاينات اللي بس الناس بتوع انا بصراحه ما صممتش لبشه قبل كده مانيوال ما كانش موجود على ايامنا، بس الناس اللي قبلينا كانت بتاخد شرايح في اللبشه بالمنظر ده كده. شرايح افقيه وشرايح راسيه لحد ما ايه لحد ما يصممها.
تعالوا بقى نتكلم على ايه. ادوني بس دقيقتين دقيقتين بس. ايه الناس بتموت ولا ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ طيب انا حتى الرسم عارف في شكله. بس انا بصراحة يعني يعني مستمتع بيكم يعني. واوعدكم واوعدكم انتوا هتستمتعوا في الامتحان. اعتبروا اعتبروا ده وعد فعلا يعني. في واحد من زمايلكم سألني سؤال بصراحة ناس كتير بتسأله. وسؤال يمكن يعني ايه؟ يعني بيخم بصراحة ناس كتير. واحد يقول لك ايه؟ لو انت عندي قاعدة كده صممتها ايزوليتد فوتنج دي على فكرة حاجة خارج القرص ماشي، وقاعدة تانية كده جنبيها ودي عليها حمل ودي عليها حمل وده سطح الأرض. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك لما انت بترسم البلطو في الستريس تحت القاعدة خلاص بيحصل ايه؟ يعني الستريس نازل كده صح يا شباب؟ والستريس ده ماله؟ نازل كده. حصل ايه في المنطقه دي؟ تداخل اجهاد. ده بقى يعمل معاك ايه؟ هل ده حاجه وحشه ولا حلوه؟ وحشه. ايه؟ والله بص اللي بيقول يعني انا يعني ناس كتير قوي قبل ما تشتغل في ساعات في ابحاث كتير قوي بتشوف القصه دي ماشي؟ والحمد لله انا من ضمن الناس اللي شغاله في الحته دي خلاص؟ الجزء ده الجزء ده ما يسيبلكش مشكله، ده بالعكس بيقويك عشان الفيلر عاوز يطلع كده بالظبط كده. الجزء ده بيزود لك الكباسيتي اوف بيرنج كباسيتي، يعني ايه؟ بيزود لك مقاومه التربه. ازاي بقى؟ تعالوا نمسك التربه نشوف تصرفها عامل ازاي. انتوا عارفين ان في الويدج اوف فيلير كده صح؟ شكل الديسبليسمنت او شكل الديفورميشن بتاع التربه عايز يمشي بشكله كده كده صح؟ ده بسميها اللاترال موفمنت، يعني وانت بتضغط كده ده عايز يطلع فوق ويقلب كده عشان يحصل ايه؟ يحصل هيف خلاص. طب لو انت عندك قاعده جنبيها هنا هيحصل بقى هيحصل عندك حاجه اسمها باسيف ريزيستنس. يعني ايه باسيف ريزيستنس؟ الجزء اللي كان فري شويه مفيش فيه احمال عمال يزق في التربه، لما تطلع له كمان لاترال ديسبليسمنت بالمنظر ده كده عمل ايه في الويتش ده؟ عمل له كونفايننج. حصل يعني بدل القاعده دي ما تنهار عند بعد 100 طن لا ممكن تفضل معاك لحد 150 طن ما تنهارش، وساعات بيتضاعف البيرنج كاباسيتي. فانت من ناحيه اجهاد ما تقلقش، التداخل ده مفيد وليس مضر خلاص؟ لان في ناس كتير بتقول لك بتقلق من تداخل الاجهادات، بس محتاج تشيك على حاجه. التداخل الاجهاد ده في التربه الضعيفه بقى ممكن ما يكونش حلو، مش من ناحيه بيرنج كاباسيتي، لا من ناحيه الستلمنت. لان طبعا انتوا عارفين ان الستلمنت فانكشن اوف ايه؟ فانكشن اوف ستريس. فممكن تلاقي الستلمنت هنا فعلا ايه؟ اكتر. لان احنا اتفقنا ان ممكن ما يحصلش فيلير في الشير، بس الستلمنت يبقى ايه؟ يبقى كبير اكتر من المفروض خلاص. يبقى عموما يعني الكلام ده يعني ممكن يتقال باستفاضه اكتر من كده، بس عموما تداخل القواعد او المسافات القريبه ما بين القواعد دي مفيده للبيرنج كباسيتي، مش مضره اطلاقا للبيرنج كباسيتي خلاص. في ناس بتقول عكس الكلام ده، بس كلامهم بس هم مش صح خلاص. ال 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 بس القلق فعلا موجود فين؟ في حسابات الصفر خلاص؟ يا دكتور الكلام ده على ان هو الويدج اوف فيلير تمام؟ لكن انت لو جينا في الحسابات اللي هي على اي ما هو هيطلع الستريس مستطيل وهنا ستريس مستطيل لو بتاخدوا مع بعض هيتلاش لو بيتكرر ده الستريس ايه؟ يعني انا دلوقتي ببقى ست انواع عندي على اللي عندي تمام. اصل انت لما بتدرسها انت كلامك مظبوط، انت لما بتحسبها بترزاجي انت كلامك مظبوط خلاص. بس كل اللي احنا كنا بندرسه في الاندر جراجوال ده كنت بتحسب في اتجاه واحد زي الكونسولتيشن بالظبط. درسنا نظريه الكونسولتيشن ان الكونسولتيشن في ايه؟ وان دايمنشنال كونسولتيشن، وده مستحيل يحصل في الطبيعه، مفيش حاجه في الطبيعه اسمها وان دايمنشنال كونسولتيشن.
لان الكونسوليديشن بيحصل في ايه؟ ممكن ممكن المايه تطلع كده، ممكن تطلع لاترال، ممكن تطلع فيرتيكال، وممكن كمان المايه تطلع لاترال كمان في اتجاهين، في اتجاه اكس كده وفي اتجاه واي كده، مش فيرتيكال بس. برضو في حسابات الاستريسز ان الكومبوننت بتاع السيجما اكس دي بتخش معاك في الحسابات، لان انت في الاخر مش بتحسبها، مش بتحسبها نورمال ستريس. لو تفتكر في اولى مدني كنا بنحسب حاجه اسمها ايه؟ كان في كومبايند ستريس صح؟ وبتحسب حاجه اسمها اي يو، او سوري بتحسب حاجه اسمها السيجما يو والسيجما بي، وتقسيمها من دايركت مور، وخدتها في شير ستريس في السويد ميكانكس. الكومبينيشن ده بقى ده اللي انت تقارن بيه مش الفيرتيكال. ماشي؟ شكرا يا جماعه.